فرح، فنانة مغربية من أصول أمازيغية من مدينة الناظور، واليوم حضرت ختام المهرجان هنا في الناظور. الأعمال اللي شاركت فيها مؤخرا هو المسلسل ديال ماسين، اللي درت فيه دور ديال ميمونت، درت فيه دور هكا كنبان هكا صغيرة، ودرت فيه دور ديال امرأة عجوز وصافي. هذا هو اخر عمل ديالي. في اول فيلم شاركت فيه هو كان ديال المخرج اكسيل ديال مونستر، هذا كان مشاركه يعني صغيره كانت من البدايات ديالي. من بعد شاركت فيلم تيلي فيلم ظل عنقاء في دور ديال مدام حياه، ودرت مسرحيه، ومن بعد مسرحيه تولت الاعمال من مسلسل ديال خيوط رفيعه اللي درت فيه دور ديال اللي مقتوله ديال القتيله يعني، وشاركت في الفيلم السينمائي ديال خميس 84 مع المخرج محمد بوزقو، اللي كان لي الشرف انني نشارك معاه، وفيلم مع يونس العربي اللي هو الوحيد اللي داز في كورونا يعني في التلفزه الامازيغيه ديال مرسول البحر، في يعني كان واحد الدور ديال وحده بدويه وسميتي الباتول. ومن بعد درت المسلسل ديال ماسين اللي تعرض مؤخرا للدور ديال ميمونت، وكانت عندي واحد المشاركه هكا صغيره مع عادي المخرج عادي الفضيلي في الفيلم الرسام اللي غادي يدوز في القناه الاولى المغربيه في هذا رمضان. كنتمنى نشارك في اعمال كثيره لانني انا باقي ما درت والو، يعني باقي ما خديتش الفرصه ديالي، ما عرفتش انا سبب، الله اعلم. مهم عندي الحلم ديالي انني نشتغل مع مخرجين بزاف، منهم هشام جباري، منهم سعيد خلاف، وحتى مع عادل الفضيلي، لان ديك المشاركه اللي كانت معاه غير كانت مشاركه بسيطه، يعني كنتمنى انني نشارك معاه في شي عمل يعني اكثر من داكشي اللي درت. وكنتمنى يعني نشارك مع جميع المخرجين المغاربه، يشرفني انني نشتغل معاهم بدون استثناء. وكنتمنى انني من هنا الفوق نعطي اكثر واكثر، لانني حاسه براسي ما درت عاد والو، باقي عاد ما درت والو، بغيت ندير اكثر. عاوتاني انا ماشي بغيت غنشارك غير بالريفيه وصافي، الا انا بغيت نشارك باللهجه المغربيه باش الجمهور المغربي كامل يتعرف عليا، بغيت انا كل شيء يعرفني، ماشي غير يعني كان عندي ديك المشاركه في القناه الاولى يعني بالمغربيه، ولكن كنقول بغيت اكثر. وشاركت مع المصريين، مع المخرج تامر شمس الدين المصري اللي عطاني واحد الفرصه اللي كنشكرو بزاف. صافي يعني بغيت اكثر واكثر واكثر، نحس انني ما باقي ما عطيتش داكشي اللي كنتمنى نعطيه، وكنتمنى فرص عمل اكثر باش نبرز الصوره ديالي والموهبه ديالي. لان مثلا الا جا مثلا عطاوك واحد الدور فيه 4 أو 5 د المشاهد، اش غنبين فيه؟ انا ما كنبين فيه والو، كنحس براسي بحال راني في الحبس يعني. صافي واخا نبغي نعطي اكثر ما نقدرش في واحد المشاهد صغار، ما بحال ما درت والو. والصراحه هي هذه، انا بغيت يعني فرص عمل اكثر، وبغيت نعطي في هذا يعني في هذا المجال اكثر واكثر، وكنتمنى فرص. الا بقينا في هذه الاعمال هكا ما كاينش فرص، داكشي بنادم يجلس في الدار احسن.